بعد أكثر من 12 سنة من انطلاق شرارة الثورة السورية، وفي السويداء القريبة من درعا التي احتضنت بدايات الحراك الثوري عام 2011، يعيد السوريون الكرة بتظاهرات شعبية متواصلة منذ أسابيع تنادي بإسقاط نظام الأسد وتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وكمثل أكثر الاحتجاجات، بدأت مطالب المتظاهرين اقتصادية تتعلق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار كنتيجة لانهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ثم ما لبثت تلك المطالب أن اتسع نطاقها لتشمل المطالب السياسية الثابتة للثورة السورية، والتي تتمحور حول بناء مستقبل جديد للبلاد لا يكون نظام الأسد جزءا منه أو مؤثرا فيه. ولأنها تعد إحدى معاقل النظام السوري، جاءت السويداء باحتجاجاتها الأخيرة المتواصلة وكأنها عودة للروح إلى جسد الثورة الذي أنهكته الحرب، فانتفض داعما لها في عدد من المدن والبلدات السورية، بل إن تواصل وزخم التظاهرات دفع الخارجية الأمريكية إلى إعلان دعم واشنطن لحق الشعب السوري في التعبير عن رأيه، داعية إلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي وصولا إلى سوريا عادلة وموحدة. وبحسب مراقبين، فإن استمرارية الاحتجاجات في السويداء وتصاعدها والتوجه نحو مزيد من التنظيم بتأسيس هيئة سياسية وأخرى اجتماعية لإدارة الانتفاضة الشعبية في المحافظة، وإرهاصات اتساع خارطة الاحتجاج لتشمل محافظات أخرى، كل ذلك يؤشر إلى بعض الضعف الذي أصاب قبضة النظام الأمنية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، كما يؤشر كذلك إلى أن سوريا قد تكون على موعد مع موجة ثورية جديدة ربما ترسم صورة مغايرة لتلك التي آلت إليها الأمور خلال السنوات الأخيرة.